طاروا مع وراء لك رو ما خلصت يا زلمة. لتعبيد الطريق طريق ضفاء السحارة وذلك بسبب الحفريات المتواجدة فيه، وهذه إضافة للأعمال التي قمنا فيها حول المحلق الجنوبي وطريق الدفاع المدني، وهذه الإصلاحات من الموارد الذاتية للمجلس المحلي، وقمنا بهذا العمل بالتعاون مع الدفاع المدني والشرطة الحرة في مدينة الأتارب.